وللمزيد حول الحركة عبر معبر رفح وتوافد طائرات مساعدات الإغاثة الدولية عبر مطار العريش الدولي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية انقل لنا الأجواء لديك، خاصة بعد وصول مواد إغاثية ومساعدات جديدة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زالت المجهودات المصرية مستمرة لدخول المساعدات الإغاثية المختلفة للأشقاء في فلسطين. إذا تحدثنا عن مطار العريش الدولي، فاستقبل اليوم مطار العريش طائرتين من السعودية وطائرة أخرى من قطر، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي إلى أكثر من 300 طائرة، وبطائرات اليوم تصل الآن إلى 303 طائرات وقابلة للاستمرار قابلة للازدياد. بينما نحن نتحدث الآن فهناك أيضا يعني طائرات على وشك الوصول، من طائرة من فرنسا في انتظار وصولها إلى مطار العريش الدولي. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا المساعدات المختلفة التي تصل إلى المساعدات الأرضية والشاحنات عن طريق الهلال الأحمر المصري ما زالت مستمرة في الدخول عبر بوابة معبر رفح المصرية، ولبعد أن تم فتح معبر كرم أبو سالم من الناحية الأخرى اللي يبعد 5 كيلومترات تقريبا عن معبر رفح المصري لزيادة عدد الى شاحنه يوميا. ما زال هذا مستمر في دخول ايضا عدد من المصابين الاشقاء في فلسطين. وعلى سبيل المثال بالامس قدم مناشده للرئيس عبد الفتاح السيسي ليتلقى العلاج هنا في مستشفى جمهوريه مصر العربيه بعد ان استشهد جميع افراد اسرته الاساسيين، بالفعل وصل الى الاراضي المصريه. بالاضافه لذلك ايضا كان هناك ميناء العريش، هذا الميناء الذي ايضا استقبل عدد كبير من المساعدات عن طريق السفن المحمله بالمساعدات، فاستقبل حتى اليوم ميناء العريش 5 سفن مختلفه. هذه السفن اما هي يعني مستشفيات ميدانيه متوقفه بالفعل عائمه، مستشفيات عائمه داخل ميناء العريش، او حتى مساعدات إغاثية وصلت عن طريق البحر. إذا تحدثنا عن اليوم فوصل بالفعل سفينة إماراتية محملة بأكثر من 4000 طنا من المساعدات المختلفة، سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات طبية، بالإضافة إلى تمركز سفينة إيطالية وأيضا سفينة فرنسية لاستقبال المصابين الأشقاء في فلسطين يتلقوا العلاج في هذه السفن، بالإضافة أيضا لسفينتين أخريتين كانوا جاءوا من قبل من تركيا، وبذلك عدد السفن الذي وصل لبناء العريش هم 5 سفن. لذلك المجهودات مستمرة في جميع الأصعدة وجميع الاتجاهات لاستقبال المساعدات الإغاثية لإيصالها إلى الأشقاء في فلسطين. حسنا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.